كشف أحد أفراد عائلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل داخل قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع الشهر الماضي عن مدار خلال لقائه المفاجئ بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم السبت 24 نوفمبر 2018، وبحسب صحيفة عكاظ السعودية. كشف محمد خاشقجي نجل ابن عم الصحفي جمال خاشقجي تفاصيل لقائه بولي العهد محمد بن سلمان في حلبة ياس في مارينا أبو ظبي أمس الجمعة 23 نوفمبر 2018، والتي كشف فيها ثلاث أمور. قال محمد خاشقجي إنه أحد منظمي الفورمولا واحد في أبو ظبي، وأن لقائه بالأمير محمد بن سلمان كان مفاجئا ورائعا، إذ رحب ولي العهد به قائلا: أهلا بك في بلدك الثاني الإمارات. وديت صورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحضر منافسات سباق جائزة الاتحاد الكبرى للفورمولا 1 في أبو ظبي، ويظهر بصحبته محمد خاشقجي. هنا صحيفة المرصد هي اللي نشرت الصورة، وشدد محمد خاشقجي على أن أسرته متمسكة وملتفة حول القيادة الرشيدة في المملكة والمتمثلة في الملك سلمان وولي عهده محمد ابن سلمان، مبينا أن تجاهل شائعات الإعلام المعادي للمملكة هو أكبر رد عليهم. وأكد محمد خاشقجي أن محمد ابن سلمان هو حلم جيل الشباب الحالي قائلا: ولي العهد هو الحلم لجيلنا من الشباب، معتبرا رؤية 2030 نقلة نوعية للمملكة العربية السعودية حسبما أوردت عكاظ. وعلقت وزارة الخارجية السعودية على زيارة ولي العهد الأمير ابن محمد بن سلمان للإمارات ولقائه بالشيخ محمد بن زايد قائلة: معا، في إشارة إلى قوة العلاقات بين البلدين. منذ أن انتشر دوي قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وتوالت فصولها وسجالاتها بين أنقرة والرياض، لم تتوقف الروايات الغريبة والمتوحشة عن الصدور، وآخرها هذه المرة روت صحيفة صباح التركية سيناريو متكاملا لا يقل رعبا عن روايات سابقة مشابهة، وصفت ما قيل أنها اللحظات الأخيرة والأولى لتصفية خاشقجي في مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول. الصحيفة التركية بدأت روايتها التي أسندت معلوماتها كما هي العادة إلى أجهزة الاستخبارات التركية بالقول أن الفريق الذي نفذ عملية القتل بعد دخول المغدور للقنصلية وضع كيسا بلاستيكيا على رأسه ثم خلعوا ملابسه. ورسمت الرواية الجديدة صورة مرعبة، إذ نسبت إلى رئيس الطب الشرعي السعودي أنه قام بعد خلعه لملابس جمال خاشقجي بسحب دمه من الوريد وتجفيفه لكي لا يتطاير أو يترك أثرا، وسكبه في الحمام. وقالت الصحيفة أنه جلب معه معدات طبية خاصة بالإضافة لمقص ومشرط كانت بحقائب الفريق السعودي بحسب ما كشفته أجهزة الأشعة السينية في مطار أتاتورك. وجاء بين طيات هذه الرواية المفزعة أن فريق التحليل الجنائي التركي قام بفحص المياه العادمة في أحد شوارع القنصلية بواسطة روبوت، ومقارنة عينة منها مع عينة الحمض النووي لخاشقجي. وكانت صحيفة تركية أخرى هي حريت قالت في وقت سابق أن فريق الإنفاذ السعودي حقن جثة خاشقجي بدواء يعمل على تخثر الدم بعد أن تم قتله خنقا، وهنشوف التفاصيل بعد شوية. وبينت أنه تم استخدام هذه الطريقة لكي لا يترك آثار الدم في حال تفتيش القنصلية، لافتة إلى أنه تم تقطيع جثة خاشقجي بعد فترة قصيرة من حقن الجثة. وده الخبر اللي هو منشور النهاردة 23 نوفمبر 2018. في تفاصيل تسجيلات مقتل جمال خاشقجي، دخل أولا إلى القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018، استقبله 4 أفراد من الفريق الذي نفذ عملية اغتياله في القسم ألف داخل القنصلية السعودية، ثم جذبه أحدهم فور دخوله لهذا القسم.
حينها رد عليه جمال خاشقجي كما ورد في التسجيلات: اترك ذراعي، ماذا تفعلون؟ عند دخول جمال خاشقجي إلى غرفة في القسم ألف، وجد في استقباله العقيد السابق وهو المتهم الأول الذي طالبت النيابة السعودية بإعدامه، حيث كان قائد عملية قتل جمال خاشقجي. وقال لجمال خاشقجي: يا خائن، سوف تحاسب. فصرخ خاشقجي في وجهه، ومن ثم تطور الأمر وتم جره إلى القسم به في القنصلية السعودية الذي يضم المكاتب الإدارية. في الدقائق السبعة الأولى قبل تقطيع جثة جمال خاشقجي داخل القسم به، كان هناك نقاش حاد بين الطرفين ومشاجرة كلامية لمدة 4 دقائق، ثم حقنوه بمادة تخثير الدم التي أشعرته بالشلل، ثم وضعوا كيسا بلاستيك فوق رأسه حينها خرجت منه كلمات صعبة النطق: أرجوكم، لدي فوبيا الاختناق، انزعوا هذا عني. وقبل لفظه الأنفاس الأخيرة تلقى قائد الفريق مكالمة من رئيسه قال له فيها: ائتوني برأس هذا الكلب، حيث أمر بعدها بتقطيع جثة جمال خاشقجي ليأتوا برأسه إلى السعودية. بالعودة قليلا إلى ما قبل دخول جمال خاشقجي في هذا اليوم المشؤوم إلى القنصلية السعودية، كشفت صحيفة يعني شفق التركية أمس أن فريق آخر دخل القنصلية لم يقابله جمال خاشقجي، لكن جثة جمال خاشقجي قابلته، حيث كان فريق مكون من 4 أفراد تابع لمحمد دحلان تم تدريبه في لبنان، كانت مهمته فقط مسح الأدلة المتعلقة بجريمة القتل، كما كان مسؤولا عن المعدات التقنية والمستلزمات الكيميائية. وظل 3 أيام في تركيا عقب عملية مقتل جمال خاشقجي للانتهاء من عملية مقتله. وبالعودة إلى ما حدث أثناء مقتل جمال خاشقجي، عقب أمر الرئيس بتقطيع جثة جمال خاشقجي توقفت الفرقة عن خنقه وقاموا بإعطاء حقنة أخرى بعد حقنة تخثير الدم، عملت على تخديره فقط وليس قتله، ثم قاموا بتقطيعه إلى أجزاء وأخذوا رأسه فقط داخل صندوق معد لنقله للسعودية. أما عن باقي جسده فقد وضع في القسم جيم في القنصلية السعودية، وتعامل معه فريق محمد دحلان الذي قام بوضعه في بوكسات بلاستيك ووضعوا عليها حمض الهيدروفلوريك حتى تحللت ما بين يوم 2 أكتوبر إلى 6 أكتوبر، ثم ألقوا بها في الصرف الصحي بالقرب من القنصلية السعودية في إسطنبول. ثم استكمل فريق محمد دحلان مهمته في تنظيف المكان الذي استغرق حتى يوم 14 أكتوبر. عقب التخلص من جثة جمال خاشقجي، قام الدوبلير الذي ارتدى ملابس جمال خاشقجي في مشهد تقشعر له الأبدان بدم بارد، ارتدى ملابسه قائلا: حذاء جمال خاشقجي ضيق، سأرتدي حذائي أنا وهذا لن يثير الانتباه. ثم قاموا بإعطائه التعليمات وكانت كالتالي: عليك السير ل4 شوارع، اركب تاكسي واذهب للسلطان أحمد، تخلص من ملابسك ثم عود إلى هنا مرة أخرى. أما عن تورط خديجة جنكيز في مقتل جمال خاشقجي، فقبل مقتل جمال خاشقجي ب10 أيام وفقا لصحيفة برافدا الروسية، اتصلت خديجة خطيبة جمال خاشقجي المزعومة به لتخبره بأنه يجب عليه الحضور لاستكمال العمل على موضوع صحفي كانوا قد بدأوا فيه منذ فترة. وكان جمال خاشقجي في انتظار دلائل عليه ليكون قنبلة الموسم. وكان جمال خاشقجي حينها في واشنطن مع زوجته المصرية حنان مطر. وعندما جاء إلى تركيا استقبلته خديجة جنكيز، وبعد يوم من تواجده في تركيا هاتفته السلطات التركية للتوجه للقنصلية السعودية في اسطنبول للتحقيق معه بشكل ودي. وهذا يؤكد معرفة تركيا بكل ما كان سيحدث داخل القنصلية، وزرعت الكاميرات بطريقة غير مشروعة لتوريط السعودية. ودخل جمال خاشقجي القنصلية السعودية في 2 أكتوبر 2018 ولقي حتفه،
وكانت النيابة السعودية قد أكدت على تقطيع جثة جمال خاشقجي وطلبت بإعدام 5 أشخاص من بين 11 متهم. هذا الخبر من أهل مصر. والنهاردة حساب على تويتر يحمل اسم هالة الزيني كتبت: حنان زوج جمال خاشقجي زواجهما تم في جامعة إسلامية في واشنطن، ونشرت الصور ديت ليهم من حفل الزفاف جمال خاشقجي مع حنان. تم الزواج في سبتمبر في يونيو، وآخر مرة شافته فيها كان في سبتمبر. كان في الولايات المتحدة الأمريكية. وتطالب بحقوقها دلوقتي كأرملة لجمال خاشقجي.